مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة وحوار جديد من حوارات الشرعية. نتحدث في هذه الحلقة مشاهدي الكرام عن وضع اليمن بعد دخول وباء كورونا. أخصائي عناية وتخدير في مستشفى عدل الألماني. طبعا عملنا غير محصور في خدمات معينة أو نحن نقدمها للمريض، هي خدمات كثيرة جدا، وخصوصا في هذا الظرف، في هذا المرض مرت فيه البلاد في وضع حرج جدا، في مرض لا يقل خطورة عن الحروب التي تمر فيها البلاد، مرض كورونا. نحن كأول من كان له السبق في احتواء أو مساعدة الناس في التغلب على مرض كورونا، وذلك من خلال تقديم ما يمكننا تقديمه، وخلافا عن وسائل الحماية التي كانت لدينا في أوائل الأمر، كان الموضوع عبارة عن لم يصدقه الناس ولم يستوعبه الناس من خلال الاستهتار والخروج وعدم أخذ الوقاية الشخصية وعدم الانعزال في المنزل، وكان الضغط كبير علينا في هذه المرحلة، فاضطررنا إلى أن نحن يعني نشتغل أو نقدم الخدمة الإنسانية للمرضى من جميع النواحي، سواء كان من ناحية الطوارئ أو كان من ناحية العناية المركزة، كان بأقل الوسائل التي لدينا. هناك دكاترة أصيبوا جراء تقديمهم العمل الإنساني ودخلوا في مضاعفات، كثير منهم من دخل على التنفس الاصطناعي وخرج منها سليما، ومنهم من توفي، ودكاترة رحلوا عنا كثير. ونحن يعني حزينين جدا، وبنفس الوقت لا يمكن أننا نترك البلاد أن تمر في هذه الظروف ولا نقدم أي مساعدة للمواطن بشكل عام. أوجه رسالتي لشهداء القطاع الصحي الذين رحلوا عننا بأننا على دربكم سائرون، وأننا على نهجكم ماضون. ماذا أقول بيوم أنت؟ أنا الدكتور مدحي مهدي عوض، طبيب يمني من مواليد 1978، عمري حوالي 42 سنة، أخصائي طوارئ وعناية مركزة. أنا من الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وكانت حالتي حرجة وخطيرة، ودخلت على تنفس صناعي حوالي 20 يوم، وكنت في غيبوبة تامة، ولكن الحمد لله بفضل أطباء اليمن المتميزين نجيت من المرض بعجوبة، والحمد لله أنا الآن بصحة وعافية، والآن عدت إلى عملي بعد حوالي 20 يوم من خروجي من المستشفى لممارسة عملي وخدمة المجتمع. ونترحم لشهدائنا من الكادر الصحي الذين قضوا في هذه الجائحة، ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم الجنة إن شاء الله، ونعتبرهم شهداء عند الله، ونحن مستمرون رغم الظروف الصعبة، وإن شاء الله نتغلب على الفيروس. كلمتي للمجتمع هي أن يلتزموا بالنصائح المجتمعية ولبس الأقنعة، وأول شيء والمهم هو أن يقتنع الشعب أن هناك وباء كورونا في اليمن، لأنه أغلب الشعب الآن مش مقتنع. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن قبل أن نبدأ في تحليل هذه المعلومات والبيانات الصحية، كلمة شكر نوجهها إلى جيشنا الأبيض في كل مكان، في المستشفيات، في المستوصفات، في العيادات، في الصيدليات. شكرا جزيلا لكم، فأنتم النسق الأول، وأنتم خط الدفاع الأول، وأنتم من ضحيتم، وأنتم فعلا من أنتم في الجبهة الحقيقية لمواجهة هذا الوباء الذي يفتك بشعبنا اليمني. شكرا جزيلا لكم، فلولا تضحياتكم ولولا عرق جبينكم لاستمر وحصد هذا الوباء أكثر مما يحصل الآن. شكرا جزيلا لكم، لأنكم تركتم أطفالكم وتركتم أهاليكم وتركتم عوائلكم، ثم ذهبتم إلى المستشفيات، إلى المستوصفات، إلى العيادات، لتواجهوا بأنفسكم وبأياديكم المباشرة هذا الوباء الذي عجزت أمامه دول كبرى. شكرا جزيلا لكل من وقف مع الشعب اليمني ومع أطفال الشعب اليمني ومع نساء الشعب اليمني ومع الشعب اليمني في مواجهة هذا الوباء في أي مكان كان وفي أي مستشفى كانت. شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله عز وجل أن يرحم من
توفي من الأطباء ومن هذا الجيش الأبيض بسبب هذا الوباء، أو من توفي بشكل عام، وأن يتقبله لديه من الشهداء. مشاهدين الكرام، للحديث أكثر عن ما يقدمه هذا الجيش الأبيض، ما تقدمه هذه الكتائب البيضاء في مواجهة هذا الوباء وما تعانيه أيضا، يسعدني هنا في الاستوديو أن أتلقى هذه المكالمة الهاتفية من الدكتور محمد الحميري، استشاري تخدير وأيضا وجراحة قلب، وهو أيضا من الكوادر الموجودة في الميدان في المستشفيات، ومن يواجهون مباشرة مثل هذه الحالات سواء كورونا أو كوليرا أو الحالات المعدية الأخرى. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. حياك الله أخي الكريم، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. يا مرحبا دكتور محمد، أولا سعداء بانضمامك إلينا، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم، ونريد أن نتحدث بداية عن الجهود التي يبذلها الأطباء، المعوقات التي يواجهها الأطباء، المعاناة التي يواجهها الأطباء وهم في الميدان يقدمون أغلى ما لديهم حتى لا يصل هذا الوباء إلى الأسر اليمنية أو أن يفتك أكثر بالمواطنين. حياك الله أخي الكريم. نحن عندما أقمنا هذه الفعالية وهي يوم تكريم الطبيب اليمني، ويندرج تحت هذا المسمى الطبيب اليمني هو كل عامل في مجال تقديم الرعاية الصحية من ممرضين وأطباء، من أطباء وممرضين وصيادلة ومختبريين وفنيين وجميع من يعملون في هذا الصرح الطبي سواء كان مستشفيات أو مستوصفات أو مراكز صحية. عندما اخترنا هذا اليوم فاخترناه لأنه أتى في ظل وضع صعب جدا حلت علينا فيه عدة كوارث، كان آخرها جائحة كورونا والتي أعقبت حرب وتشتت وتشرذم وفقر وجوع وما إلى ذلك. فهذا عندما أتت هذه الجائحة والتي سبقتها عدة جوائح وهي الكوليرا ثم المكرفس والملاريا وما إلى ذلك وحمى الضنك، فهذه كلها أمراض فتكت بالكثير من المواطنين الذين يعانون من الفقر والذي يقبع أكثر من 80% في تحت خط الفقر. نعم، جاءت هذه الكارثة الأخيرة والجائحة العالمية وليست فقط خاصة باليمن، ونحن نعاني فعلا ويعاني ويترنح القطاع الصحي والطبي من عدم وجود الدعم، عدم وجود الميزانية التشغيلية، هجرة الكوادر، وأيضا انعدام البنى التحتية تماما، لا يوجد ترميم، لا يوجد توسيع، لا يوجد صيانة، لا يوجد كل ما تلف لم يعد صيانته حتى الآن. فلذلك عندما جاءت هذه الجائحة التي أعجزت الكثير من الأنظمة العالمية، وقف الأطباء والكادر الطبي والصحي صامدين في وجه هذا الجائحة، مع أنه سبحان الله اختارنا أو اختارتنا العناية الإلهية أن نكون آخر من يصل إليهم هذا الجائحة لكي نستعد ويعلم الله بحالنا، ولكن مع كل ذلك لم تسعفنا الإمكانيات. أيضا وعي الشعب لم يكن بذلك الدرجة، سبقته بعض التغريدات وبعض الفيديوهات التي يعني تشجع على الاستهتار، تسفه من وجوه المرض. حتى الآن، حتى الآن بسقوط هذه الضحايا وهذه الأعداد الهائلة من الأموات من الكادر الطبي ومن المواطنين، ما زال هناك من يشكك أنه لا يوجد كورونا. إذن فجاءت هذه الجائحة على هذا الخط الدفاع الأول، وهم بدون أي مقومات لمواجهة هذا الوباء. لا نعم. يوجد وسائل دكتور محمد شخصية. لا توجد، اسمح لي أن أكمل لك. فعندما لم توجد هذه الوسائل الحماية الشخصية سقط هذا العدد الكبير، الآن يضاهي 80. يعني تخيل عزيزي أن 1000 إصابة مسجلة حتى الآن التي فعلا عمدت بالكشوفات وبالفحوصات، وسقط إزاءها 80 طبيب، بينما تجد مئات الآلاف من الإصابات في دول مجاورة لم يسقط إلا عدد 3 أو 4 من الكادر الطبي أو الصحي شهداء. إذن هناك خلل، هناك عدم تقدير لهذه الفئة، وهناك عدم تجهيز لها. فعندما يسقط الخط الدفاع الأول، فما الذي يعني يمكننا أن نتخيله؟ كيف سيكون الوضع؟ فأنا يعني في هذا اليوم يعني ليس إلا مجرد لفتة
لكل الكيانات، للشعب بكافة طوائفه وأحزابه وكياناته، للمجتمع الدولي، للسلطات الحاكمة، بضرورة العناية بهذا الكادر الطبي الذي يعتبر آخر خط دفاعي لمواجهة هذه الجوائح المتتالية المتراكمة المتعاقبة على شعبنا. نعم. دكتور محمد، كان الكثير يعني يلمز ويغمز في الأطباء سواء في المستشفيات أو حتى في عياداتهم الخاصة، لكن ظهر معدن هؤلاء الأطباء في هذه الفترة الحرجة جدا التي يمر بها شعبنا اليمني، وعندما غاب الجميع، عندما غاب الساسة وغاب أيضا الاقتصاديون وغاب المحللون، ظهر الأطباء وجندوا أنفسهم. أيضا هناك سمعت أن هناك مبادرة طوعية سواء في مأرب أو في عدن أو في تعز أو حتى من الأطباء في صنعاء. هذه المبادرات التي تشكل بشكل طوعي ومن قبل الأطباء أنفسهم تعكس حقيقة الأمانة التي حملوها أو التي تحملها هؤلاء الأطباء. في الوقت نفسه دكتور محمد، وصلتنا أيضا بعض الأخبار وتم تداول بعض الأخبار عن هجوم لبعض العصابات على مراكز العزل الطبي سواء في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا أو مستشفيات في شارع 50 في العاصمة صنعاء. نريد أن نعرف منك ما الذي تريده هذه العصابات وقد نذر هؤلاء أنفسهم لخدمة الناس وخدمة هذا الوطن. يا عزيزي الكريم، طبعا هذه هي جزء من ثقافة عامة لم يحاسب فيها منذ البداية من بدأ بالتغريد أو بدأ بالتندر أو بدأ بالتحريض على هذه الكيانات الطبية، وهي جزء من ثقافة مغلوطة. يعني لو عرف المغردون أو لو عرف هؤلاء الذين حملوا على عاتقهم السخرية والتحريض على هذا الكيان وعلى هذا الصرح الطبي، على هذا الخط الدفاعي الأول الذي دافع عنه ويدافع عن أولاده ويدافع عن أهله، لما عمل ولما ارتكب هذه الحماقة. نشاهد لو قارنا وضعنا بوضع الوضع في الأردن، في الأردن من أصغر واحد في سواق تاكسي إلى أكبر مسؤول في وزارة الدولة أو في رئاسة الدولة، كلهم على قلب رجل واحد يشاهد بهذا الكيان الطبي. فبنوا من هذا الكادر الطبي حضارة وجعلوه دخلا يفوق دخل النفط وغيره من المعادن. إذن هم يعني استثمروا، وعددهم يعني محدود لا يكاد أن يكون الثلث للكادر الطبي اليمني، وقاموا من هذا فعلا قبلة للتطبيب لكل الوطن العربي. ولكن نحن في اليمن بدأنا نشكك ونشوه ونلمز ونغمز هذا الكادر الطبي، حتى دفعنا بمعظمهم إلى الهجرة. 6,000 طبيب وطبيبة غادروا أرض الوطن وحققوا نجاحات في 21 دولة في دول متقدمة ومتحضرة. صحيح. هناك أطباء هناك أطباء يمنيون في ألمانيا وأيضا في فرنسا دكتور محمد، وهم أيضا يعملون من ضمن الكوادر الأساسية لمواجهة هذا الوباء اللي هو وباء كورونا. دكتور محمد، أتمنى أن تبقى معنا، لدينا فاصل قصير ثم أيضا نتحدث أكثر عن كيف يمكن أن نعزز هذا القطاع الصحي أو هذا القطاع الطبي في الداخل اليمني. المشاهد الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن حديثنا اليوم حول واقع كورونا في اليمن بعد 6 أشهر، وربما أن الوباء وصل إلى اليمن بشكل متقدم، وإن كان الإعلان عنه بشكل متأخر عن الدول الإقليمية في المنطقة. دكتور محمد، إذا كنت ما زلت معنا، نريد أن نتحدث أيضا عن كيفية تعزيز هذا القطاع الصحي أو هذا القطاع الطبي، سواء ضع رسائلك أيضا لمنظمة الصحة العالمية، للمراكز الإغاثية، لمركز الملك سلمان للإغاثة، للمنظمات الإغاثية التي تعمل في المجال الطبي تحديدا. تفضل دكتور محمد. نعم، كنت أكمل لك أن تلك السلوكيات التي أدت إلى هذا الأفعال النادرة والمتفرقة من حالات الاعتداء المشينة على هذه الكوادر الطبية، والتي يعني أدانها كافة أبناء الشعب اليمني، وصلتنا عدة تسجيلات من مواطنين، من صحفيين، من حقوقيين، من جميع موظفي الدولة بمختلف انتماءاتهم ومسمياتهم، كلهم استنكروا مثل هذه الأعمال الشنيعة والتي لا تمت إلى أخلاقنا ولا إلى قيمنا ولا إلى عاداتنا بصلة. فنريد أيضا من السلطات أن تقف يعني بحزم وتحاسب هؤلاء الأشخاص حتى يكونوا عبرة وحتى لا يتكرر هذا الفعل المشين. نحن الآن في معركة صمود أمام هذا الوباء الذي لن يوفر أحد، ولن يستطيع أحد أن ينجو إلا بتكاتفنا جميعا مع هذا الكادر الطبي. صحيح، وهذه المعركة أيضا لا سيما أن هذه المعركة دكتور محمد هي معركة تواجه الجميع، معركة لا تستثني أحد، معركة لا تفرق بين ميليشيات وشرعية، معركة تستهدف الإنسان كإنسان، بالتالي يجب تضافر كل الجهود لدعم القطاع الصحي ودعم القطاع الطبي، وعدم الالتفات إلى الإشاعات. سواء هناك البعض يثير بعض الإشاعات بأنه هؤلاء الأطباء بيفعلوا إبر مش عارف إيش ويموتوا المريض، هؤلاء الأطباء بيسووا كذا، وهؤلاء الأطباء بيفعلوا بعض العمليات التخديرية وينهوا المريض بالكامل. ما أثر مثل هذه الإشاعات وتناول مثل هذه الإشاعات على حياة الأطباء؟ صحيح، أنا قمت بادرت في على صفحة مبادرة أطباء اليمن في المهجر بإعداد فيديو قصير مع التوضيح ومع الرسومات بأنه لا يوجد شيء اسمه إبرة رحمة. يعني من نذر نفسه أن يكون في مواجهة، يعني أنا إذا نذرت نفسي أن أقترب من المريض فليعطيه إبرة علاج بدلا أن أعطيه إبرة موت المزعومة. يعني من نذر نفسه أن يقترب مع المريض لمسافة أقل من نصف متر فهو عرضة إلى أن يصاب بهذا الفيروس، سوف يفقد حياته، سوف يمرض أو ينقل هذا الفيروس إلى أهله. كيف يعني لا أعرف كيف يفكرون الناس. يعني هذا الذي يحصل، إن الناس عزفوا عن الذهاب إلى المستشفيات، شاركوا بتجمعات ورفضوا أن يكونوا يطبقوا العزل الصحي وأيضا قانون التباعد. فجاءت هذه العدوى بجرعات كبيرة وجاءت الحالات وهي في حالات متأخرة. فإذا كان نسبة من يأتوا ويدخلوا المستشفيات العناية وهي نسبة الشفاء 20% ونسبة الوفاة 80% في كل أنظمة العالم، من كل 5 يتوفى 4، هذا في أكبر مستشفيات العالم، في أمريكا، في إيطاليا، في إسبانيا، في الصين. نعم، إذن دكتور محمد، فلذلك هم يعني نقلها أحد المغرضين وتناقلتها الألسن وعلى أنها حقائق. أنا حاورت كثير في الفيسبوك على قلت له هل تعرف أحد، هل رأيت بعينك؟ قال لي لا يقولون. قلت له يا أخي لا توجد إبرة رحمة، وهذه من إنما هي إشاعة. وعندما عززت هذه الإشاعة أعرض الناس وأعزف الناس عن الذهاب إلى المستشفيات، وتفاقمت الحالات وزادت الحالات سوء. الآن يا عزيزي حالات الوفاة، معدل الوفاة 27% من الحالات المسجلة. والله نعم، عندنا دكتور محمد حسب الأعداد التي لدي إلى يوم أمس 1015 حالة كورونا. طبعا هذه الأعداد المرصودة فقط في المناطق المحررة، أما المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية تقريبا أعلنت عن 2 أو 3 حالات وقالت بأنه الحالتين قد توفيت، وربما لأن لها أيضا مغازي معينة من التكتيم الإعلامي لهذه الحالات. لكن كما ذكرت أنت فعلا عملية التوعية لابد أن تكون مشاركة فيها كل الجهات، سواء الجهات
المجتمعية والجهات الإعلامية والجهات الطبية، وأنه هذا الجهد لا ينجح إلا بتضافر جهود الجميع. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الحميري الاستشاري التخدير، استشاري التخدير وأيضا وجراحة القلب، وهو أيضا من الأطباء المتفاعلين كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي دعما وتعزيزا واستشارة، ونحن من هنا نقدم له الشكر والتقدير. إذن مشاهدي الكرام ننتقل إلى كلمة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة يوم الطبيب اليمني، تلك المبادرة الرائعة التي أطلقها الأطباء اليمنيون لتوجيه أنظار العالم إلى ما يعانيها الشعب اليمني بكافة فئاته بما فيهم الأطقم الصحية، يسرني أن أتقدم بالتحية لكل العاملين في المجال الصحي في اليمن بمختلف تخصصاتهم وفي كافة مواقعهم لما يبذلونه من جهد وتضحية وتفاني لضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية والحفاظ على النظام الصحي من الانهيار، على الرغم من الظروف الصعبة والمخاطر التي تحيط بهم والتي تفاقمت مع تفشي وباء كوفيد-19. إن اليمن يواجه كارثة إنسانية هي الأسوأ في العالم نتيجة تفشي العديد من الأوبئة في ظل النزاعات القائمة والتحديات الاقتصادية والأمنية والانقسامات السياسية. ومع هذه التحديات الجسيمة وفي ظل ظروف الحرب وشح الإمكانيات المادية وندرة وسائل الحماية الشخصية بل وانعدامها في بعض المناطق، تبذل الأطقم الطبية اليمنية جهوداً هائلة في مواجهة جائحة كوفيد-19 وغيرها من الأمراض والفاشيات، ويسطرون ملحمة بطولية بكل المقاييس، وقصة شرف وافتخار لكل طبيب وطبيبة ولكل عامل وعاملة في المجال الصحي ولجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة. لقد ضحى العشرات من الأطباء والعاملين الصحيين في اليمن بأرواحهم وهم يقفون في الصفوف الأولى في مكافحة هذه الجائحة، والعدد في ازدياد يومي بكل أسف. ولا يزال أبطال هذا الجيش الأبيض مستبسل في مواقعه ويؤدي عمله في الترصد والعزل والمعالجة وتقديم الخدمات لجميع فئات المجتمع على الرغم من معاناتهم ماديا ونفسيا واستهدافهم بالاعتداءات في بعض الحالات. إن منظمة الصحة العالمية تثمن الدور الجليل للأطقم الطبية في اليمن، تؤكد التزامها بمواصلة دعم هذا البلد وخدمة الشعب اليمني بكافة فئاته. وسنواصل بإذن الله عملنا في اليمن وسائر بلدان الإقليم بوحي من رؤيتنا الإقليمية الصحة للجميع وبالجميع، والتي تدعو إلى التضامن والعمل المشترك لضمان حصول كل فرد في كل مكان على خدمات الرعاية الصحية دون ما نظرا إلى العمر أو نوع الجنس أو الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي. فهذه هي القيم الأساسية لمنظمة الصحة العالمية منذ نشأتها وحتى اليوم، وفي مقدمتها أن الصحة. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إذن من جديد. كانت هذه الكلمة للمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، والتي أشاد من خلالها بالأطباء اليمنيين الذين يواجهون هذا الوباء وجها لوجه وبأياد عزلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلدنا الحبيب. إذن مشاهدي الكرام للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف هنا في الاستديو الدكتور أكرم الحذيفي، وهو أحد الأطباء أيضا المتفاعلين في هذا الجانب كثيرا، وكان له أيضا جهود منذ بداية انتشار هذا الوباء، جهود توعوية وإعلامية ومشاركات في أكثر من قناة تلفزيونية. ونحن بدورنا نجدد الشكر للدكتور أكرم ونقول لك أهلا وسهلا بك في قناة الشرعية. أهلا وسهلا بكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لاستضافتكم اليوم لنا في قناة الشرعية، وهذا شرف لنا. حياك الله دكتور أكرم. اليوم يحتفل الطبيب اليمني بيومه اليوم العام، انتم مسوين يوم الطبيب اليمني وهو يصادف هذا اليوم. ما الذي يمكن ان نقوله للطبيب وهو في المترس الاول، في النسق الاول، في خط الدفاع الاول لمواجهه هذا الوباء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نظرنا الى وضع الطبيب اليمني في الداخل وإلى وضع الكادر الصحي بشكل عام
كأطباء وتمريض وصيادلة ومختبرات وجميع وإداريين صحيين وجميع الموظفين لدى المنشآت الصحية. فرأينا أن الوضع في الداخل كان هش، والوضع لديهم صعب جدا، لا يمتلكون وسائل من وسائل الوقاية من أمراض الفيروسات، ومن ضمنهم فيروس كوفيد 2019. نعم. ففي مطلع البداية في 2020 في شهر 5 تم إنشاء كيان رابطة أطباء اليمن في المهجر، وأنا أحد أعضاء اللجنة الطبية التي بدأنا نشتغل على هذا على إنشاء اللجنة وإنشاء أطباء اليمن في المهجر. والهدف من هذا اللجنة أو أطباء اليمن في المهجر هو دعم أطباء الداخل. بماذا دعمهم؟ وتم تشكيل بقيادة أعضاء كثر في أطباء اليمن في المهجر لكي ندعم الكادر الصحي في الداخل. فكان هنالك على عدة المستويات، على الجانب اللجنة الإعلامية واللجنة الإشرافية واللجنة الإغاثية، وقد وصلنا في اللجنة الإغاثية إلى بعض المحافظات. ممتاز. وصرفنا في محافظة من ضمنها محافظة مأرب للكادر الطبي الحقائب الطبية، وكان عددها تحتوي على الكمامات وعلى العازل وعلى النظارات وغيرها. نعم. وكذلك اللجنة الإعلامية. وثم أتينا في هذا اليوم في الخامس والعشرين من شهر 6 يونيو، وهو اليوم يوم الطبيب اليمني. إننا نتقدم بالشكر إلى أطباء الداخل الذين يعملون أغلبهم، ونحن نتقدم ليس بالشكر فقط للأطباء وإنما للكادر الصحي بشكل عام. لا ننسى التمريض ولا ننسى المختبرات والصيادلة والإداريين الذين يعملون في المنشآت الصحية. نتقدم لهم بالشكر الجزيل لأنهم يعملون تحت ظروف صعبة، فتحت ظروف صعبة من حيث الوقاية من الأمراض، ومن حيث الأداء الخدماتي، ومن حيث كما نعلم أن هنالك مقومات الصحة أغلب الكادر الصحي لا يعملون من دون رواتب. فإننا نتقدم بالتحية والشكر والإجلال إلى أطباء اليمن في الداخل، تحية لكم أينما كنتم. وإننا نتقدم بالعزاء لأسر الضحايا الطبيب اليمني، ويعتبر أعلى نسبة توفية في الوطن العربي هي الجمهورية اليمنية في فترة زمنية محصورة بلغ، قبل أن أطلع إلى قناة الشرعية قبل دقائق، تقريبا ما يقارب 75 أو 76. الدكتور محمد الحميري قال 80 قبل قليل في تصريحه، 80. نعم. بين كادر وصحي. طيب سنتحدث أيضا عن تفاصيل أكثر. وكان دكتور. آخرهم الدكتور محمد عبد الواحد، هو استشاري أطفال البارحة. نتقدم مرة أخرى بالعزاء. طيب. ونسأل من الله لهم المغفرة والرحمة أينما كانوا أهله. نعم. سنتحدث أكثر دكتور أكرم أيضا، لماذا نسبة الوفيات عندنا في اليمن مرتفعة مقارنة بنسبة التعافي وأيضا نسبة الإصابة عن باقي البلدان؟ اسمح لي فاصل قصير مشاهدي الكرام، نذهب إليه ثم نعود لنستمع إلى إجابة الدكتور أكرم طاهر الحذيفي.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إذن نتحدث في هذه الفقرة عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الوفاة في المصابين اليمنيين بوباء كورونا إلى 274 حالة إصابة، وأما نسبة التعافي فهي 379، ونسبة الإصابات بالكامل 1015 حالة إصابة. هذا إلى آخر بيان صحفي صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة وباء أو لمواجهة وباء كورونا. دكتور أكرم، لما كل هذه الأرقام؟ وبالمناسبة أيضا للتأكيد أن هذه الأرقام فقط هي في المناطق التي المناطق المحررة، أما المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية فلا توجد فيها أعداد واضحة ولم تشملها أيضا الإحصائيات. وبالمناسبة المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية هي المناطق الأكثر كثافة للسكان. دكتور أكرم، إذا كانت نسبة الوفيات لدى الجهاز الطبي الذي يعمل لمواجهة هذا الوباء وصلت إلى أكثر من 75 حالة، كيف بحالة المواطنين ولماذا، وما تفسيرك لهذه الأرقام؟ مرحبا بكم مجددا. بالنسبة لماذا عدد في تزايد عدد المرضى أو بنقول المورتاليتي الوفاة، هو نستطيع أن نقول قد تكون من ضمن الأسباب عدة. ومن ضمن الأسباب هي التشخيص المتأخر. ويمكن دخل فيروس كورونا كوفيد 2019 إلى اليمن وكان هنالك تساهل وتهاون سائر البلدان الأخرى في العالم التي تساهلت. فاليمن لم يتم بالبداية، كان في الإعلام على الشد ولكن لا يوجد على أرض الواقع. فنقول مثلا الأعداد هذه اللي هي المصابات سواء في الجنوب أو في المناطق في اليمن المحددة، أنا في رأيي أنها أعلى بكثير جدا، ولكن هنالك لا يوجد هنالك عمليات مسح صحيح ولا يوجد عمليات مسح لكل إنسان مصاب بأمراض الجهاز التنفسي. يعني هذه الإحصائيات فقط وصلت إلى من إلى الحالة التي ذهبت إلى المركز، يعني مركز التي توفر لهم أجهزة أو العينات سحب العينة البي سي آر، هم الذين تم معرفة عدد الحالات. ولكن أنا أجزم وهذا شيء مؤكد أن عدد الحالات بالآلاف كثيرة جدا، ولكن في اليمن كما تعلم أنه لا يوجد هنالك فحص لجميع كل من مشتبه فيه. فاليمن هو بلد متطاير في القرى وفي الأرياف وفي المحافظات وفي المدن، هذا واحدا. والتشخيص المتأخر من ضمن الأسباب الذي جعل الانتشار أسرع وصار الوفيات أعلى. كذلك الجهل، الناس لم يوجد شريحة من المجتمع لم تستوعب بعد معنى فيروس كورونا. كما ذكرنا في الماضي أن بعض المواطنين أو قد يكون يتكلم أن هذا الفيروس لم يستوعب أنه تهويل من الإعلام وكذب وأشياء. من ضمن الأشياء هو سوء التغذية والفقر والمنظومة الصحية تعبانة في اليمن، فقد تكون منتهية تماما. وإنما المنظومة الصحية هي شخصية، كل شخص يداوي نفسه، كل شخص يداوي أسرته بقدر في القطاع الخاص أو في القطاع أو في الاستشارات أو ما شابه ذلك. فبالتالي تكون نسبة الانتشار الإصابة أعلى والفتك أعلى. في اليمن هنالك أمراض مزمنة وهنالك أمراض وبائية تصاحب لأمراض الفيروسات. فعندما يكون الإنسان مثلا مصاب بحمى الملاريا وأضافت إليه فيروس الكوفيد 2019، نحن كما نعلم أن فيروس كورونا كوفيد 2019 ينشط ويكون أكثر فتكا بالناس الذين لديهم أمراض الضغط وكذلك في سوء التغذية. هذا يعود إلى ماذا تحديدا؟ يعود إلى الفقر وإلى سوء التغذية. لا، أنا أتحدث الناس الذين عندهم أمراض مزمنة، يعني هل يعود هذا إلى نسبة المناعة الضعيفة، إلى نسبة المقاومة الضعيفة؟ سؤالك هنا بالنسبة للأمراض المزمنة لا نستطيع أن نقول إنها تكون سبب كما ذكر. فتكون الأمراض المزمنة كالضغط
قد تكون لها علاقة بالوراثة، قد تكون لها علاقة في التدخين، قد يكون لها علاقة في السمنة، قد يكون لها طبعا هذه زيادة الدهون، هذه من الأعراض المحفزة للضغط. كذلك السكر، السكر لديه أسباب عدة من ضمنها الأسباب الفاميلية اللي هو لديه علاقة في الأسرة، كذلك السمنة الزائدة المفرطة، كذلك ما في رياضة، كذلك الأكل المفرط، كذلك عدم الأكل الصحي بانتظام. هذه الأشياء كلها تحفز على ظهور الأمراض المزمنة. أما بالنسبة نحن نقول هنالك أسباب للأمراض الوبائية، الوباء الذي يكون احنا نسميها الحميات، هذه صحيح تأتي نتيجة تقصير الدولة والكادر الصحي والسلطات المحلية، هي التي تنشئ البعوضة في المستنقعات وفي البلديات في الشوارع والمياه الراكدة في الأمطار والقمامة وإلى هذه هي سببها الدولة. الآن كيف تنشأ الملاريا؟ لا تنشأ في البلدان المتطورة التي تقضى على البعوض النامس الذي يقوم بعملية نقل الأمراض الحميات، لكن كما شاهدنا في عدن الحمى الملاريا والحمى المكرفس والحميات الأخرى، هذه نشأت بماذا؟ نشأت نتيجة الأمطار والمستنقعات والمجاري والمياه الراكدة في شوارع عدن وفي الأرياف وفي جميع أغلب المحافظات اليمنية. هذه هي سبب ماذا؟ سببها السلطة المحلية والتي تتحمل المسؤولية. فبالتالي هذا واحد. اثنين، من ضمن لماذا يفتك سؤالك، لماذا يفتك في الأمراض المزمنة في اليمن؟ السكر. طب مريض السكر لا يتابع سكره، ليش؟ لأنه لا التأمين الصحي وهو فقير، قد لا يأخذ الدواء، قد هنالك أمراض مصابة بالسكر يعني وليس لديه قيمة نعم الدواء. دكتور أكرم، البعض يعني يشوف نفسه أنه اليوم يشوف نفسه بخير، يقول لك أنا اليوم بخير ومتعافي وما فيش فيني حاجة، خلاص أبوه العلاج. شوف اليوم الثاني مرجوم في الزوة، حق يعني مرجوم في الزوة ما بش معه ما يكون مرجوم بأن في طرف المجلس. نعم، نحن نقول وقد نبهنا من ضمن المنشورات ومن ضمن التعليمات، كحتى إلى مستوى بلادي الضالع الحشا، تكلمنا على أن الناس وبشكل عام لليمن أن الناس عليهم الذين لديهم مصابون بمرض السكر عليهم ضبط سكرهم، عليهم مراجعة أطبائهم، عليهم استشارتنا، وأعطينا أرقامنا للجميع في المواقع، كذلك في أطباء اليمن في المهجر بثنا الأرقام للاستشارات الطبية. هل لديكم صفحة مثلا في الفيسبوك؟ نعم. باسم ماذا بحيث نوع المشاهد يعني؟ لدينا صفحة في التويتر وصفحة في الانستغرام وصفحة في الفيسبوك وصفحة في تويتر اسمها أطباء اليمن في المهجر. هذه الصفحة تضم أغلب أطباء الاستشاريين في جميع التخصصات، تقدمون استشارات. نعم، نقدم استشارات، ومن أراد أن يحط السؤال أو أي شيء في أي كومنت في أي ملاحظة في الفيسبوك علي استشارة الاستشار طبيب، مثلا أنا عندي كذا دكتور، عمري كذا وعندي كذا وعاني كذا، هنالك لجنة علمية وكلنا نرد على أي استفسار عن طريق الصفحة. كذلك أنشأنا أسماء، أنشأنا جدوى ملف PDF وكتبنا اسم المريض والتخصص والتخصص الدقيق ورقم التلفون، لمن أراد أن يتواصل في اليمن أو من داخل اليمن أو من خارج اليمن بأي استشاري موجود على أرقامه عن طريق الرسالة القصيرة، ولكن الأفضل هي عن طريق الواتس أب أو الاتصال إن كان في الداخل أو الخارج. طيب دكتور معلش، يعني هل هناك رقم معين ممكن من خلاله يستطيع المشاهد أن يتواصل معكم؟ أنت تتحدث أنه عندكم أرقام يعني في الواتس، ممكن لو في أي استشارة ممكن ترسل عن طريق الواتس، هل اتفقتم مثلا على رقم معين يمكن أن يستقبل هذه الطلبات وهذه الاستشارات مثلا؟ نحن ولا الوقت لا نحن لم نحط رقم واحد، وضعتم عدة أرقام تقريبا، عدد الأرقام التي هنالك مبادرة عدة من أطباء اليمن. ممتاز. كان هنالك مبادرة من أطباء الذين في مكة وكان عددهم تقريبا حوالي 20. نحن لم نحط رقم واحد، لن نستطيع الرقم المحدد. لماذا؟ أقصد أنا رقم عمليات معينة. لا نحن مثلا استشاري الباطنية الدكتور فلان، رقمه فلان، استشاري الجراحة بإمكان المشاهد كذا، استشاري النسائي والتوليد كذا. ممتاز. استشاري الحميات كذا، حطينا في الجراحة ممكن أكثر من 3 إلى 4. يعني بإمكان المشاهد أن يأخذ هذه الأرقام من صفحتكم في الفيسبوك. سننزل في المهجر، سننزل سوف نعمل في اللجنة الإعلامية على تنزيل الصفحة، هذه موجودة لدينا وقد أنزلناها على أرض الواقع، ولكن سنعيدها اليوم بإذن الله أو غدا. ممتاز. ونحن أيضا على السنة سنعيد هذه الصفحة عن طريق صفحاتنا. نعم. سنعيد هذه الصفحة، لدي الصفحة هذه تحتوي على 30 إلى 40 طبيب، كل طبيب في تخصصات الدقيقة والتخصصات العامة الكبرى والأطباء العام وحتى الصيادلة حتى الأسنان حتى النسائية والجراحة والباطنية. ممتاز.
وجميع التخصصات. لماذا لم نحدد رقم واحد؟ لأننا كيف مثلا أنت الآن أنا لدي سكر، هناك استشاري أمراض الغدد الصماء باطنية وأمراض الغدد الصماء ورقمه بالتواصل الواتساب. حتى كي نصل نحن الهدف من أطباء اليمن في المهجر سعينا على التوعية، سعينا على إنشاء الطب الوقائي، لأننا لن نصل إلى مرحلة أن نعالج الناس مهما كان قوة الدولة ومهما كان قوتنا إحنا لن نستطيع. فلجأنا إلى شيء اسمه هو الطب الوقائي، ماذا هو؟ توعية الناس، لأننا نريد كسر انتشار هذا المرض. بماذا؟ بالتوعية، بتقديم الاستشارة يعني وفق الإمكانات. وفق الإمكانات نحن حتى على مستوى والله حطينا أرقام استشاري نفسية واستشارية استشارة حتى جلدية واستشارية أشياء جميع التخصصات لمن أراد الاستشارة. أرسل فقط في الواتساب، خذ الرقم من أمام كل استشاري وعليك بإرسال استشاري وانتظر الرد في الاستشارة. ولكن نحب من السائل أن يعطي القصة كاملة، أن يبدأ بالاسم والعمر وكذا، وسوف يرد له ما يسمى طبعا الدكتور يعني القصة المرضية، معنى أنه متى بدأ هذا المرض، كم زيارة زار الطبيب، يعني القصة المرضية يعني. وما هي التحاليل التي توفرت وكذا. نحن لم ننشأ أنا على مستوى لم ننشأ هذه الصفحة حتى على مستوى أطباء اليمن في المهجر للداخل، حتى نحن في محافظتنا في الضالع هذه مبادرة طيبة وقد أقمتها وأنشأناها في مديرية الحشا. ماذا؟ كان عدد الأطباء في مديريتنا حوالي 20 طبيب في منطقة جبل الأحذوف. أنشأنا هذه المجموعة الأطباء حوالي 20 طبيب في كل تخصص ورقم تلفونه، وعملنا برشورات ونزلناها على الواقع ملصقات في منطقة جبل الأحذوف كامل لمن أراد الاستشارة لضبط السكر، لضبط الضغط، لضبط عليه اتصال بالدكتور فلان استشاري باطني وقلب، لمن أراد في الجراحة الاتصال فيني أكرم، لمن عليه الاتصال في كذلك في كذلك. طبعاً وهذه الاستشارات مجانية طبعاً للمواطنين. نعم، نحن نريد هذه المبادرة أن كل طبيب عليه أن يعمل لليمن ككل تحت مظلة أطباء اليمن في المهجر أو أي مظلة أخرى. صحيح، فهمت علي؟ نعم. وكذلك أن يشكل كل مديرية أو في كل منطقة له أطباء الآخرين، حتى الهدف أن كل صحي أن يوعي اليمن الكبير. صح. اليمن الأم. صح. وثم نلجأ إلى أن كل صحي أن يحفز أو يعطي التعليمات. إذا لماذا؟ لمنطقة، خيركم خيركم لأهلي. صحيح. فكلنا في اليمن أهل واحد وبيت واحد، ولكن نريد أن نتوسع على مستوى اليمن وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى المديريات وعلى مستوى القرى، حتى نصل إلى شريحة عالية. حتى بقدر أنا من أين استنبطت هذه الفكرة لكي ننشئ في ننشئ الـ هذه أطباء الأحذوف؟ أنشأناها من أطباء اليمن في المهجر، أخذناها من الأم التي هي مبادرة تضم اليمن بشكل عام، وصغرناها على مستوى المنطقة. فبالتالي نحن نريد أن نعمل على ماذا؟ على توعية الناس قدر الاستطاعة، ونريد أن نوصل الناس للفكرة الذي هذا المرض نطمنهم أنه لا يصيب الأطفال. فهمت علي؟ بس نعم. ليس معنى أننا نسمح للأطفال للخروج. نعم. ولكن نطمنهم أن المرض لا يفتك. أكثر شيء الفيروس كوفيد 2019 يفتك بالناس الذين لديهم أمراض مزمنة، ومنهم حتى المزمنة، عشان نحط لك علامة استفهام. المزمنة الذين لم يتابعون أمراضهم عند أخصائهم. نعم. أما في لدينا حالات كثيرة عندنا في المستشفى هنا في الرياض، لدينا أمراض، لدينا ناس مصابين بكورونا وهم لديهم السكر ولديهم الضغط ويشفون. لماذا؟ لأنه متابع ضغطه، متابع سكر عند طبيبه، متابع إذا كان لديه ربو، إذا كان لديه نقص مناعة، فبالتالي إذا كان مدخن وقف عن التدخين. نعم. نحن نقول أن هؤلاء الأمراض المزمنة عليهم ضبط إيش؟ متابعة حالة من أطبائهم. إذن مشاهدينا الكرام، الخلاصة التي ذكرها الدكتور أكرم في أنه أقيمت هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي سواء في الفيسبوك، تويتر، أيضا التليجرام أو الواتساب، اللي هي أطباء اليمن في المهجر. نعم، هكذا أطباء اليمن في المهجر، ولدينا لوجو شعار وكذلك. ممتاز جدا، ممتاز جدا. ونحن أيضا بدورنا نشكر كل الأطباء الذين حتى الذين في الخارج، هناك أطباء يستشعرون المسؤولية أو استشعروا المسؤولية رغم كونهم خارج اليمن وفي المهجر، ومع ذلك لم يكتفوا بالصمت بل انشأوا هذه المجموعة
وجعلوها حلقة وصل وحلقة وصل وانتقال بالمعلومات ما بينهم وبين الأطباء في الداخل. شهادة شكر للأطباء جميعا وللدكتور عندي هنا في الاستديو دكتور أكرم الحذيفي، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا للدكتور محمد الحميري الاستشاري استشاري التخدير وجراحة القلب، والشكر لكل أعضاء جمعية أطباء أو مبادرة أطباء اليمن في المهجر، شكرا جزيلا لكم. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.